مستر فايلر بيفاضل بين 6 لاعبين والتخطيط تتراجع عن صفقة دونجا. 6 لاعبين هم هنا كاتبين بعض الاسماء، كاتبين مثلا طاهر محمد طاهر وعبد الله بكري ومحمد حمدي من بيراميدز، طاهر محمد طاهر طبعا من المقاولين، وكريم العراقي من المصري، محمد شحاته من طلائع الجيش، وبارك محمدي من الاسماعيلي، من ضمن الاسماء يعني المقترحه، والناس بس كلهم اسماء كويسه يعني ولاعيبه جيده. لكن في نفس الوقت ممكن تدرس بعض القرارات اللي انت ممكن تاخدها او بعض الاحتياجات اللي انت عايزها. لكن برضو عايز اكد على حضراتكم، ما بقولش ان دول ممكن ما يكونش مقترحين او مطروحين، لا اكيد في بعضهم مطروح على المسؤولين في النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت القرار النهائي هيبقى مع نهايه الموسم، والله مش هيبقى دلوقتي خالص. في قرارات مبدئيه لكن النهائيه مع اخر الموسم، يعني لو استأنف يعني باذن الله الموسم ان شاء الله هيستأنف يعني. في نفس الوقت فيما يتعلق بصفقه دونجا، الفتره اللي فاتت كان البعض يقول لك خلاص الاهلي مستقر على التعاقد مع دونجا لاعب بيراميدز، دلوقتي بيقول لك خلاص رجعوا في كلامهم. الموضوع بيبقى عباره عن ايه يا جماعه؟ الموضوع بيبقى عباره عن فترة معينة أنت ممكن تكون شايف من خلال تقييمك أن الفريق محتاج سواء دونجا بقى أو لعيب زي دونجا مثلا، ممكن فترة أخرى بمعطيات مختلفة تقول لك لا إحنا خلاص إحنا مش محتاجين، إحنا ما شاء الله عندنا مش عارف مين متفوق ومين مستوى عالي جدا، مين هيرجع من الإصابة ومين، فأنت مش محتاج حد في المركز ده. فهو بيبقى ساعات البعض بيقيمها تقييم مرحلي، لكن التقييم النهائي دايما بيبقى من خلال تقييم موسم كامل في كل مركز. المركز ده انا عندي عناصر فيه جيده مثلا محتاجين اضافه، هجيب بقى سواء دونجا او غير دونجا، الاسماء بقى المطروحه اللي انا شايفهم افضل طبعا كمدير فني، مين الافضل، مين اللي هيدعم، مين اللي هينفذ لي من خلال متابعتي ليه عن دار الموسم اللي فات، وهقرر احاول اتعاقد معاه يعني. لكن لسه مفيش قرار نهائي سواء بدونجا او بغير دونجا. فايلر يدرس ملف المرشحين للانضمام للاهلي، ده اتكلمنا فيه، ومحمود وحيد يطلب الرحيل عن الفريق، ده مش ما حصلش. ممكن اي لاعب يكون نفسه ان هو يلعب وكل الكلام من ده، لكن ما اعتقدش برضه عشان ما كنتش بقول لحضراتكم ما حصلش وخلاص. طبقا لمعلوماتي حتى الان ان محمود وحيد ما طلبش كده، محمود وحيد موجود في النادي الاهلي ولاعيب ملتزم جدا ومحترف جدا بالمناسبه، ولما بيحتاجه المدير الفني بيكون موجود. لكن خلينا نتفق المنافسه في المركز ده صعبه جدا، لما يبقى عندك علي معلول فالمنافسه صعبه، ما فيش حاجه غير كده. عندك ايمن اشرف كمان وعندك محمود وحيد، الثلاثه ممتازين، بس اللي ماشي كويس دلوقتي هو علي معلول، لو افضل اللاعبين في المركز ده يعني في افريقيا. لكن في كل الاحوال محمود وحيد ما فيش قرار برحيله او هو ما طلبش رحيل حتى الان يعني. نروح لاخبار الاهلي في المواقع.